هنتكلم النهارده عن كل جديد يخص تجميل الوجه. هنتكلم عن شد الجفون، هنتكلم عن حقن الخدود والشفايف، كمان شد الوش والرقبه، وكل ده هيفيدنا فيه النهارده دكتور منير ويليام، كبير جراحي التجميل واستاذ الامراض الجلديه والليزر. دكتور صباح الفل ومنور. اهلا بيك يا مرحبا. دكتور قبل ما ندخل ونعرف كده ايه الجديد في تجميل الوش، احنا عايزين نعرف ليه بيحصل لنا التجاعيد غير عامل تقدم في العمر؟ يعني اكيد في عوامل تانية كتير بتأثر في انه تظهر الخطوط الرفيعة وبتظهر لنا تجاعيد غير عامل التقدم في العمر. فالحقيقة زي ما سيادتك قلتي ان التقدم في السن هو العامل الاساسي، لكن في عوامل تانية ممكن تحصل. على سبيل المثال سوء معاملة البشرة، يعني استخدام المكياج الغير مناسب للبشرة، او شدة الاضاءة زي ما انت قاعدة كده في الاستوديو، الاضاءة الشديدة اللي ممكن تأثر على البشرة وتعمل نوع من انواع العجز. ايضا درجة اهلاك الجسم للجلد نفسه. ايضا التدخين ممكن يكون من العوامل الاساسية بحداث هذه التجاعيد. ايضا الناس اللي بتاخد كحوليات والحاجات دي كلها ممكن تكون عامل اساسي. ايضا بعض الاضطرابات في الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات ممكن تسرع من اظهار هذه العلامات. ايضا ممكن نلاقي ان سوء الهضم بالنسبه للامراض تتعلق بالمعده او بالامعاء والحاجات دي كلها. كل هذه العوامل تساعد كتير قوي على اظهار التجاعيد. سوء الهضم يا دكتور هو ممكن ياثر ازاي؟ يعني دكتور مثلا المعده ما تهضمش او ما تمتصش فيتامينات معينه، يتمتص الغذاء بصفه عامه وبعض الفيتامينات بصفه خاصه، ده بياثر على طبعا على نمو الجسم بصفه عامه وظهور التجاعيد بصفه خاصه. كل دي العوامل بتساعد كتير قوي. ما ننساش ان برضو في بعض العوامل العائليه. بمعنى ايه؟ يعني الاقي بعض العائلات ما تعجزش ابدا. ده حقيقي. وعائلات تانية الاقي العجز من هو وشاب بيبقى باين عليه علامات الزمن ويبان كانه عجوز. فدي كلها عوامل تبقى داخله مع بعضها. وما تنسيش ان كنت عايز اسالك يا دكتور، هل نوع البشره كمان ليها دخل؟ طبعا ده سؤال مهم جدا. احنا بنقسم البشره بالنسبه للانسان الى 6 انواع. البشره الدهنيه على عكس الناس كلها ما تتخيل هي اجمل انواع البشره التي تقاوم العجز. بس عايزين نقول حاجه يا دكتور هنا كمان، في الشباب البشره الدهنيه بتعاني من مشاكل بقى الحبوب اذا اسئت المعامله مع هذه البشره الاقي مشاكل كتيره جدا زي الاكزيما الدهنيه، زي حد الشباب، زي الحصى، في حاجات كتير طبعا. النوع الثاني من البشرات هي البشره الجافه، ودي أسوأ انواع البشره لانها تعجز بسرعه لان الجلد دايما ناشف ديهايدريتد. النوع الثالث البشره المركبه، ان انا بلاقي تي شيب اللي هي منطقه القوره والانف بتبقى جافه والخدين بيبقى دهنيه. النوع الرابع من بشرات البشره الصبوحه، البنت اللي تحس ان بشرتها جميله كده وفيها نوع من الورديه، دي من انواع البشرات الجميله. البشره الخامسه البشره الملطخه اللي فيها بتلاقي حويصلات وتلاقي تليفات في الجلد ووجود علامات في البشره. النوع السادس البشره الحساسه، اي اكل باكله، اي تعرض لاي انواع من الادويه وهكذا. فطبعا بنلاقي اجمل انواع البشره هي البشره الدهنيه، اقل انواع البشره هي البشره الجافه طبعا والبشره الملطخه. طب دكتور نبتدي بقى نمسك كده مشكله نتكلم عنها بالتفصيل ونعرف ازاي ممكن تتعاملوا مع المشاكل دي. عايزين نتكلم عن ترهل الجفون. في ناس يا دكتور بيحصل لها المشكله دي نتيجه التقدم في العمر، وفي ناس اصلا جفنها زي ما بيقولوا كده بالبلدي ساقط. ازاي يا دكتور بتتعاملوا مع المشكله دي؟ لانه مع البنات الصغيره بتدي لهم يمكن عمر اكبر من عمرهم الحقيقي. كلمه الجفن صائب دي بتنطبق على الجفن السفلي، بتنطبق ايضا على الجفن العلوي. فجراح التجميل دايما بيقسم الوش الى 3 اتلات. التلت العلوي في جراحات التجميل يشمل الجفن العلوي ومقدمه الراس او القوره. التلت الوسط بيشمل الجفن السفلي والخد والشفه العليا. التلت السفلي بياخد الدقن مع الرقبه. فلا دايما جراح التجميل لما بيشتغل بيكون على حسب العيب اللي موجود قدامه. فاذا اتكلمنا على ان ظهور خدود او انتفاخ او علامات سوداء اسفل العين، بنلاقي الثلاثة دول برضو كل العوامل اللي اتكلمنا عنها، عوامل وراثية، عوامل تتعلق بطبيعة العالم، سوء استخدام المكياج وهكذا، كل الكلام ده، مدخن او مدخنة، كحوليات، كلام زي كده، ممكن ينتهي بظهور هذه يا اما الانتفاخ يا اما السداد يا اما ظهور العلامات. جراح التجميل اخر حاجه بيعملها انه يعمل عمليه شد جفون. شد الجفون دي عايزه خبره معينه وعايزه دكتور معين. بتعمل ازاي يا دكتور شد الجفون دي؟ شد الجفن السفلي عباره عن باخد الزياده اللي في الجلد ايا تكون ويتم استئصالها وخياطه على الرمش السفلي. في خلال اليوم الرابع يتم شيل هذا الخيط المدفون ولا يوجد اثر. تقدري لو في ممثله شالت شده الجفون في اليوم الخامس تصور والزوم على عينها ومش باين.
دكتور ولا مثلا يعني زرقان حوالين العين؟ ما هي انا خبره الدكتور، لكن هو في العاده اقصى حاجه 4 ايام ولا يوجد اي اثر جراحي. الجفن العلوي بقى غير كده، الجفن العلوي بيبقى الجرح مش على الرمش بتاع الجفن العلوي ولكن في منتصف العين، لا ولا تحت الحواجب يبان برضه، يبقى في الدخله المعينه بتاعه العين، وايضا هذا الخط ما يظهرش في الثانيه دي يا دكتور. بالظبط كده بالظبط، هو بيبان لما المريض يكون نايم لمده شهر ولا حاجه وبعدين يختفي تماما، لكن هي من انجح العمليات اذا تم ادارتها عن طريق دكتور خبير. طب دكتور كنت حضرتك لسه بتتكلم على الناس اللي بتعاني من انتفاخات تحت العين، يعني اشهر حاجه يمكن الممثل القدير كرم متوع الراحل كان عنده انتفاخات كده تحت العين، شوف ده مع ستات وبنات كتير، دي بتتعالج يا دكتور بنفس الطريقه دي ان انتوا كمان بتشدوا الجفن؟ عاده دي بتبقى ايه يا دكتور، دهون مثلا؟ بالظبط كده بالظبط كده، انا لسه هقول لسيادتك، دي بتبقى حاجه من حاجتين، يا اما بيكون كيس دهني كامل يتم استئصاله في اثناء عمليه شد الجفون، يا اما بيكون تراكم معين لبعض السوائل موجود ويتم استئصاله. عايز اقول ان مش كل الحالات بتكون حالات تجميليه، ده في حالات بتبقى مرضيه، يعني المريض اللي عنده الكبد ومشاكل في الكبد ممكن يلاقي انتفاخ في الجفن، المريض اللي عنده بعض المشاكل في الكلى ممكن توصل لانتفاخ في الجفن، المريض اللي عنده مشكله في القلب ممكن توصل للجفن. خلي بالك، فهنا خبره الطبيب ان اذا كان هناك سبب مرضي يتم علاجه ولا يوجد داعي للتدخل الجراحي، انما اذا كان هناك سبب يتعلق بالسن او وجود كيس دهني اسفل العين فده بنحتاج ان احنا نعمله بعمليه شد جفون زي ما قلت لك، ودي حاجه بتبقى بسيطه ان شاء الله. طب نطلع لفوق شويه يا دكتور، نتكلم عن الجبهه، وعايزه اتكلم عن الخطوط اللي بتكون موجوده، الخطوط العرضيه اللي بتكون موجوده في الجبهه، واحيانا كمان بيبقى في خطوط طوليه موجوده ما بين الحاجبين، علامه التكشير ان هي 11 او 11 او الحاجات دي كلها اللي بتبقى الست مكشره وباينه على، والمشكله ان الست ما بتبقاش مكشره ولا حاجه يا دكتور، اي حد بيتكلم معاها هي بتدي له ايحاء ان هي حزينه او مضايقه. ست او راجل يعني، احنا بنلاقي الرجاله ده اكتر من الستات على فكره. هي الحقيقه ده بيكون يتعلق بقوه العضلات. في طريقين للمعامله فيها والعلاج. الطريقه الاولى اللي هي تكون عن طريق الحقن، والحقن معروف بماده معينه بيتم استئصالها من سم من نوع معين من البكتيريا بحيث انها تعمل لي شلل في العضلات الموجوده، وده نوع معين من الحقن معروف. ومشكلته انه غالي الثمن ويحتاج انه يتجدد كل 3 شهور اول مره وبعدين 6 شهور وهكذا، يبقى الست مرتبطه بالدكتور كل شويه تروح له كل سنه على الاقل تعمل هذا الحقن علشان تقدر تخلص من هذه العلامات. الحاجه الثانيه، لا جراحه التجميل تقدر تلعب بطريقه من طريقتين، يا اما عن طريق حقن الدهون بنقدر نملى الفراغات والتكشيرات اللي موجوده والعلامات اللي موجوده بالعرض، وبعض الحالات بتبقى العضله قويه لدرجه انك محتاجه انك تقص العضله دي، فبتعملي جرح مش باين بالمنظار من فروه الراس وتقدري تدخلي على العضله في ثانيه تقطعيها وخلصت المشكله. فهي محتاجه طبيب التجميل يبص على الحاله ويقدر يقيمها، هل هي محتاجه، وده بيتوقف على طبيعه شغلها هي نفسها، هل هي محتاجه ان هي تقدر محتاجه تشيل العلامات بحيث انها في خلال 2 3 ايام عندها مناسبه يبقى محتاجه تعمل حقن، انما لو قدرت عايزه تاخد حل نهائي ما ترجعش تتعامل معاه تاني فبيكون عن طريق التدخل الجراحي بالمنظار او عن طريق حقن الدهون. دكتور بس هو الموضوع محتاج يعني مهاره من الجراح عشان يعرف هي نوعيه التجاعيد اللي عندها هينفع معاها حقن السم اللي حضرتك قلت عليه ده بوتوكس ولا فيلرز بالمناسبه؟ لا بوتوكس طبعا. ولا انه لا هنعمل جرح وهنشد العضله، العضله قويه، هو ازاي بيعرف اذا كانت نوع العضله قويه مش هينفع معاها الحقن ولازم هيحصل جرح وشد للعضله؟ يا استاذه ده وش الوش لا يقبل الهزار، لازم الدكتور يكون عنده خبره تمامه ويعرف هو هيعمل ايه. وبعدين خلي بالك يعني اذا طبيب دخل وتدخل بطريقه مش مظبوطه المشاكل التي ستجرى هتبقى حلها اصعب من المشكله السهله اللي موجوده من الاول، طبعا محتاجه خبره طبيب. طبعا انا متاكده يا دكتور ان الناس دلوقتي وهي بتتابعنا اتخضت قوي من كلمه احنا بنشل العضلات. اتمنى انها تتخض عشان تبقى الحكايه مش تكاوي سهله، لازم يعرف الواحد ان الحكايه دي فيها نوع من الجديه، ما تبقاش حاجه سهله، انا احب الناس كلها تتخض. يعني يا دكتور يعني ستات داخلين يعملوا تجميل يتشوهوا. كويس قوي، ادي كلامي كلام مظبوط، ما احنا بنتكلم في هذا الكلام، يبقى الناس تبقى عارفه ايه اللي هيتعمل وتعرف الحلول اللي قدامها وتختار الحل اللي يناسبها. ما ينفعش ابدا يا استاذه اقول لك انا هعمل كده وبس، ما ينفعش. لازم هعمل كده وعيوبها كذا ومميزاتها كذا، او هعمل كده والعيوب والمميزات كذا، واقول العيوب قبل المميزات، واللي قدامي يشاركني في التفكير، لان هو ده الطب،
انما مش ادخل وبعدين بعد الست ما تعمل العمليه تقولي زي ما سيادتك بتقولي. وبنشوفها كتير في ممثلين ومغنيين وفنانين وناس عاديين ومشاكل كتيره بتحصل وده شيء. وبعدين دكتور في ناس بتعمل موضوع رفع الجفون ده وبيبانوا ان هم يعني الشكل بيبان كانه شرير لانه الحاجب بيترفع جدا ما بينزلش وما بيبقاش فيه تعبيرات في الوش فبيبان شكل الشخص ان هو صغر وكل حاجه بشكله بقى شرير يعني الحاجب على طول مرفوع. يا استاذه 90% من العمليه ان الطبيب يقعد مع المريض بتاعه ويفهمه هما الاثنين هيعملوا ايه. اوكي. 10% هي السمع. لكن 90% لازم الدكتور يدخل جوه المريض بتاعه ويعرف هو تفكيره واصل لغايه فين. انما انا هعمل وبعدين مش عارف اصلح او منظر الست تفاجئ بمنظر. انا يمكن انت خليتيني برضو ارجع بالذاكره لحاجه دايما احب اقولها ان كنا زمان الدكتور مثلا ما يجي يعمل حقن دهون يجيب المريض ويحط صورته على الكمبيوتر ويبتدي يعمل اشكال والست توافق او الراجل يوافق على منظر معين ويشتغل. حالات كتير كنا نلاقي المريض يقول ده مش انا. عشان كده احنا دلوقتي يمكن الكلام ده ازاي يا دكتور ده مش انا يعني هو شايف منظر معين يعني انت عملتي حقن معين فالخدود زادت عن الطريقه اللي المريض متهيئ لها او الشفاه او العينين او هكذا. فبيجي المريض بعد شهر شهر ونص يحس ان هو مش داخل جوه الشخصيه اللي اتعملت. عشان كده احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ بنقول للمريض بتاعي ارجع هات لي صورتك من 10-20 سنه وانا هرجعك قريب من هذه الصوره يبقى انا هرجعك لشخصيتك اللي بتحبها. ده هايل وده اللي يهمني. ده هايل. انا ما يهمنيش ان انا اقدر اعمل صوره ومنظر. انا مش هعمل صنم. انا مش هعمل حاجه ستيف حاجه. لا انا محتاج يبقى فيه روح والمريض يحب نفسه. حاجه جامده يعني. لا لا لازم المريض تساعديه انه يدخل جوه نفسه ويحب نفسه ويقبل على الحياه. انما هتدخلي تعملي حاجات زي كده لا. راضي عن نفسه. عشان كده المشاهد لما يتخض انا احبه يتخض واحب يفكر كويس واحب ياخد قرار كويس واحب يفهم مع الدكتور فكرته ماشيه ازاي. لان دي حاجه مهمه جدا. ده الوجه دي الوش اللي احنا بنقابل بيه بعض وبنشوف بيه بعض واللي بيدي انطباع بالظبط. سيادتك لسه قلتي بنشد العينين بنلاقي الست بقت شريره او الراجل بقى شرير. لا لازم الانسان يبقى عارف اللي قدامه بيفكر لفين واحلامه في ايه ويساعده. يعني دايما دكتور التجميل احنا بنقول ده اسطى ده صنايعي بيشتغل الصنعه على قد اللي قدامه على قد حفظه للشخصيه اللي قدامه على قد ما يقدر يطلع هذه الشخصيه. طب نتكلم يا دكتور عن حقن الخدود ولانه دلوقتي بقيت بلاحظ كمان بنات عمرها صغير وبيعملوا الموضوع ده بيحقنوا خدودهم عشان هم حابين يبقوا مثلا شبه نانسي عجرم مثلا خدودهم معرفش يمكن حقن الخدود بيدي شكل حلو للوش او بيدي شكل اصغر او لا اصل كلمه يمكن تخوف. طب ايه كلمه يمكن تخوف وشبه فلان او فلانه تخوف طبعا اكيد واخد بالك ازاي لان مش كل منظر يقبل شخصيه. بس ده مش بيحصل يا دكتور اكيد بتتفاجئ في العياده ان حد يقول لك انا عايز ابقى شبه فلان ممثل اذا ما فهمش المريض بتاعي والمريض بتاعي ما فهمنيش ما اشتغلش. لازم يكون احنا الاثنين متفقين هنعمل ايه. ما كناش يا دكتور لان هو مش هيتقبل هو مش هيتقبل حاجه هو فاهم حاجه معينه هيبقى عليها صورة معينة هيبقى عليها بعد العملية ووارد لا جدا. لازم الصورة دي نحفظها قبل العملية عشان لما نطلع بعد العملية نلاقي هي الصورة اللي اتفقنا عليها. طب في الاول يا دكتور ايه اللي بيخلي مع العمر ست او راجل يحصل انه الخدود كانت الاول تبقى عالية وليها شكل كده لطيف بعد كده الخدود تنزل؟ هو سيادتك ده سؤال مهم جدا لان هو ده الاساس في كل حاجة. ان مع تقدم السن بيحصل تغيرات كتير جدا في الخلايا بتاعة الجسم كله بصفة عامة والوجه بصفة خاصة. زي ايه؟ مقدرة الخلايا الدهنية على الانقسام اللي موجودة في البشرة بتقل. مقدرة الخلايا العرقية اللي موجودة في البشرة بتقل. كمان بيحصل ترسيب للدهون على جدار الأوعية الدموية فبيحصل نوع من تصلب الشرايين يبقى التغذية بتاعت الجلد بتاعت البشرة بتقل. أيضا في بين العصب والعصب في مواد كيميائية زي الأسيتايلكولين والأدرينالين مواد كده معروفة. هذه المواد الكيميائية مع السن بتقل وتقل كفاءتها. ففي مجموعة من التغيرات حتى النهايات العصبية اللي مسؤولة عن الإحساس المسؤولة عن الحرارة المسؤولة عن البرودة المسؤولة عن اللمس كل النهايات الحسية الموجودة في البشرة بتبتدي يحصل فيها نوع من الدمور. من هنا تبتدي تظهر الخطوط اللي هي على هيئة خطوط زي رجل الغراب حوالين العين أو ال 111 اللي في القورة أو الخطوط العرضية اللي في جبهة الوجه أو الإخدود اللي بيكون الخدي الفكي اللي بيبقى نازل بالطول او سقوط الرقبه. ابص الاقي الست او الراجل جالي برقبه ساقطه. كل دي العلامات
اللي ممكن تبقى تحصل مع التقدم بالنسبه للسن. دكتور يعني ايه رقبه ساقطه؟ الست بتبقى محتاجه شد رقبه. اه. اللي احنا بنسميها دبل تشين، يعني دقنين. اه. يعني تلاقي دقن كده وبعدين تبتدي تظهر دقن تاني. اه. فدي بتبقى طبعا انت لسه بعيد عن الكلام ده، لكن ده هيحصل. يعني اقصد ده بيبقى مع تقدم السن، ممكن بعض الحالات وفيها عمل وراثي تلاقي في لغد اتكون. ايوه هو اللغد يعني ده انا بقصده. آه هو اللغد الرقبه الثانيه. بنسميه دبل تشين بالظبط، بتبقى رقبه شاده ويبقى محتاجه ندخل في بعض الحالات اللي فيها شد رقبه وحاجات. طب خليني اسالك يا دكتور عن موضوع شد الرقبه ده، لانه يمكن ممكن الست تعرف تداري اماكن كتير ولكن تكشف عمرها الحقيقي برقبتها، بشكل رقبتها. تمام. وانا اسمع انه يعني عمليات شد الرقبه دي من اصعب الاماكن اللي بيتم فيها علاج التجاعيد، هل ده حقيقي ولا لا؟ وازاي بتتم العمليه دي؟ يعني شد الرقبه ده ازاي بيحصل؟ تمام تمام. بصي يا استاذه، مفيش عمليه تجميل سهله. اه. ولا فيش عمليه بصفه عامه سهله. ولازم اللي داخل يعمل عمليه الزايده عمليه صعبه، اللي داخل يعمل عمليه المراره عمليه صعبه، اللي يستهتر بالعمليه او بالمريض يبقى دي هي المشكله. الرقبه احنا عشان نشدها دايما بيبقى التدخل الجراحي بطريق من طريقين، يا تسحب الرقبه قدام وتعملي خط هنا بالعرض وكلد زياده ترميه ويبقى الخط هنا بس باين يا دكتور. ما يبانش. انا شخصيا لو بصيت في ناس كتير هقدر اشوفها مش باينه. يا اما هسحب الرقبه بالكامل وهيبقى الخط على هيئه حرف الفي اللي قدام الودن ورا الودن. فالرقبه بتتسحب جراحيا بطريقه من طريقتين. تاخد الرقبه كلها بالدقن كله بجرح حوالين الودن، يا اما بتاخديه بجرح هنا اسفل اصدقائي. بس يا دكتور انت كجراح بتبقى عارف مين عامل العمليات دي ومين لا؟ مجرد يعني ده عاملها، ده عامل عمليه انت بتعرفيها لانك انت بتكوني شايفه ده منظر قدامك وبعد فتره المنظر اتغير. يعني دي حاجه بتبقى سهله، لكن كفاءه الطبيب ان هي الجرح ما يبانش. ويستطيع ان الشخص ينكره ان هو ما عملش يعني مش عامل حاجه. يعني واخد بال سيادتك ازاي؟ تمام. طيب دكتور بشوف ستات يعني فوق ال50 واحس ان خدودها منفوخه جامد قوي وما فيهاش اي تجاعيد، بس في حاجه بقى بلاحظها ان تحت عينيها في تجاعيد، يعني الخد منفوخ جدا وبعدين تحت العينين في تجاعيد. يعني انا ببقى بسال نفسي طب هي راحت عملت حقن خدود، طب هي ليه ما عالجتش التجاعيد اللي تحت عينيها؟ ولا ده بيكون فيها صعوبه يا دكتور؟ لا لا مفيش صعوبه بالظبط. هو اكتر حاجه تبين السن هي الخطوط اللي بتظهر اسفل العين او سقوط الجفن العلوي. وعشان كده يعني اللي يعمل عمليه عباره عن حقن دهون في الخدين بس ويسيب العينين فدي عمليه مش كامله. يعني الشكل يعني مش حلو بجد. الشكل ما فيهوش تناسق خالص. يعني انا شايف 30 سنه و50 سنه. ايوه. فانا متلخبط في اللي انا شايفه. فهنا بيبان يعني لازم دكتور تجميل ده يكون يعني في نقط ذوق وفن بحيث انه يقدر يتعامل مع البشره كلها. يعني زي ما انا قلت لك احنا قسمنا الوش لثلاث حتت. ثلاث اتلات، التلت الاولاني انا ممكن اعمل شد جفون، ادي التلت الاول والثاني، واعمل حقن دهون في الخدود، واعمل حته حقن دهون بسيطه في الرقبه والمريض بتاعي مشي. ممكن اعمل شد كامل للرقبه فوق ووسط وتحت. ممكن اعمل شد الخدود بس واعمل حقن دهون فوق واعمل حقن دهون تحت. هي يعني المساله ان افهم اللي قدامي وارجع لصورته اللي بيحبها اللي هيقبلها مع نفسه اقدر اطلع المنظر اللي انا عايزه. اللي يستمر، ما هي الشطاره مش انك تعملي عمليه او تحقني فيلر تقعد معاك 6 اشهر او 8 اشهر او 9 اشهر وبعد كده الوش يسقط اسوأ من مكان، تحتاجي تعملي فيلر تاني بعد سنتين ثلاثة دخلت تعمل عملية جراحة. لا ما ينفعش. المفروض ان الانسان اللي يبتدي يشتكي من هذه العلامات يذهب الى طبيب يثق فيه يرسم له خريطة. يقول له يا اما هنعمل فيلرز لمدة سنتين وبعدين نعمل جراحة شد، او هنعمل حقن دهون ومش هنعمل حاجة تانية، او هنفكر في الجراحة من دلوقتي. يبقى في خريطة، يبقى الشخص فاهم هو بيعمل ايه. انما انا بشوف ناس كتير قوي بتخبط، واحد حقن فيلر هنا وراحت لواحد تاني حقن فيلر هنا. النوع ده ما نعرفش علاقته ايه بالنوع التاني، ممكن الاثنين يحصل بينهم تفاعل، ممكن تحصل مشكله. واحد حقن بولي ساكرايد نوع معين من الفيلرز البولي ساكرايد والتاني حقن فيلرز نوع من الهياليورونيك اسيد، دي غير دي خالص، وده بيشتغل مع ده عكس ده خالص، ودول الاثنين اسمهم فيلرز. واحد عمل الشد جفون بسلك او باسلاك او ببرولين وحاجات زي كده، والتاني عمل شد جفون عضلات بطريقه معينه، ده غير ده خالص. يعني تفهماني ازاي؟ هي في فن هنا، في كلام. انا ما احبش الاستسهال وما احبش المريض يطلع في احلام مرضيه كبيره قوي قوي. ده الوش يعني دي اول حاجه الشخص اللي قدامنا يبص عليها هي وشنا يعني. ما عشان كده انت قلت الناس هتخاف، انا احب تخاف. الناس هتفكر، احب تفكر. طب دكتور هي الست اللي هي حقنت خدودها ونسيت تعالج المشاكل اللي تحت عينيها،
دي برضو أمانة الدكتور إن هو المفروض يقول لها يعني أنت لما تحقني خدودك هيبقى مظهرك أصغر، هتبقي شابة أكتر، ولكن اللي هيفضح الموضوع أو يكشف الموضوع التجاعيد الموجودة، فلازم نعالج دي ونعالج دي. يا أستاذة هي من خبرتي بتكون قلة خبرة الدكتور أكتر منها أمانته. هو مش قادر يعمل شد فلوس، هو بيعمل حقن دون بس. طب دكتور انا سمعت كمان ان التجاعيد اللي تحت العينين ممكن تتعالج بالحقن، ده حقيقي ولا لا؟ اذا جينا للحقن في نوع معين من الفيلرز هيقعد 6 اشهر لغايه 9 اشهر ويرجع تاني، واذا الدكتور ما عندوش خبره زرقان وحمار وصفار وحاجات زي كده الحكايه مش سهله. انا عايز يعني بهدوء كده كل واحد يحسب حساباته كويس ويختار دكتور كويس، والعلاج سهل جدا وصعب جدا. يعني الحاجة اللي بتتعمل غلط تصلحها صعب. بس دي النقطة اللي احب الناس تعرفها. طيب ان أنا لازم نعمل صح من الاول. انا دكتور دلوقتي صلحت وشي وحقنت فيلرز او بوتوكس، هحتاج اكرر الموضوع ده كل فترة قد ايه؟ وفي حاجة بقى تانية يا دكتور عايز اسأل فيها، هل انا دلوقتي لما تخلص مدة الحقن وخلاص وشي هيرجع زي ما كان الاول نفس التجاعيد ولا هيرجع اسوأ من الاول؟ وفي ناس بيقول لا ده هيرجع احسن من الاول بعد كذا فترة من الحقن ورا بعض. شوف يا سيادتك انا جراح، فانا لا احترم البوتوكس والفيلرز. انا عندي من الوسائل اللي بشتغلها كحقن دهون وكجراحات تجميل بعملها احسن 1000 مره من استخدام البوتوكس والفيلرز. لكن نرجع، لو انا اتعاملت مع المريض اللي قدامي على انه بوتوكس وفيلرز وحاجات احنا بنسميها طبيا تيك اواي، البوتوكس محتاج من 3 اشهر ل 6 اشهر يتحقن تاني طول عمرك، الفيلرز حسب الماده المحقونه ايه نوعها وايه تركيزها محتاجه تتحقن تاني اقل حاجة من 3 شهور، اقصى حاجة لغاية 15 شهر. الوش يرجع لدرجة ايه؟ حسب كمية الفيلرز والبوتوكس اللي اتحقنت او الدهون اللي اتحقنت. اذا كان كلام معمول بالنسبة لحقن الدهون مش محتاج احقنه تاني، لكن بالنسبة للفيلرز والبوتوكس والحاجات دي كلها حسب المادة اللي انا حقنتها. فالمادة اللي انا حقنتها هتقعد 3 اشهر ولا 6 اشهر ولا 9 اشهر ولا سنة، مصنوعة الصناعة بتاعتها ايه؟ واخده موافقات عالميه ولا مواد من التيك اواي الكلام فارغ اللي احنا بنشوفها اللي ماشيه في الكلام دي؟ لا. بس حضرتك يا دكتور بتفضل شفط الدهون من مكان في نفس الجسم وحقنه في منطقه ثانيه يكون فيها تجاعيد، ده الطريقه اللي حضرتك بتفضل فيها؟ دي قمه الفيلرز، ما هو ده الفيلرز. انك بتاخد الدهون بتاع جسم الانسان وتحقنيه في جسم الانسان. فده فيلر، بس ده البيست، ده القمه، لان الانسان بياخد دهونه ليه، ولو الدكتور عنده نوع معين من الخبره بتفضل معاه طول العمر. بمعنى لو سيادتك عندك 30 سنه وحقنتي دهون، فالمفروض العمليه دي تقعد 30 سنه لانك انت بتعوضي الدهون اللي اتحرقت في 30 سنه فاتت. لكن مش تقعد سنه و3 اشهر وشهرين و5 اشهر وفيلر وكلام. طب دكتور موضوع حقن الدهون ده وشط الدهون ده موضوع لوحده عايزين نتكلم فيه، لانه كمان مهم جدا يعني ان شخص يتخلص من دهون هي مضايقاه او تعباه او مشوهه شكله في مكان ويستعملها في مكان تاني، اكيد دي حاجه حلوه. ما انت بتضربي عصفورين بحجر، يعني انت بتستفادي بعمليه تنسيق وتجميل للقوام وفي نفس الوقت بتحتاجي شد الدهون. دكتور منير ويليام كبير جراحي التجميل واستاذ الامراض الجلديه والليزر، بشكرك يا دكتور نورتنا. اهلا وسهلا. خلصت فقرتنا وما يدرك عليكم فقره جديده، خليكم معانا.